زراعة النخيل بمنطقة وادي سوف تتميز عن غيرها من المناطق الصحراوية بما يعرف بالغوط، والذي يمتص فيه النخيل المياه الجوفية مباشرة دون الحاجة لأن يسقيها الفلاح. الغوط هو عبارة على منحدر حفرة كبيرة فيها عديد من النخيل تزرع مباشرة مع المياه، مع الماء، مع سطح الماء، حتى تمتص جذور النخلة، جذور النخلة الماء، وتبقى تسقي نقولوا على البعلي مباشرة، لأن الغوط أسس منذ 3 أو 4 قرون. أنا ذاك العمل الموجود هي الغوط وهي المراعي. هذا المظهر الفلاحي الفريد من نوعه هو اليوم مهدد بالزوال بفعل السقي الموازي لمزروعات أخرى منها البطاطا. الغوط تتهدده مخاطر كبيرة، من بينها الصواند الموجودة، صواند البطاطا الموجودة بجواره. صواند البطاطا راهي تؤدي إلى هبوط المياه، وبالتالي تؤدي إلى إتلاف النخيل تماما. لذا نناشد السلطات التدخل لحماية هذه الثروة من الإتلاف. هذه الأرض الطيبة الطاهرة لازم يعني علينا نحافظ عليها، والثروة اللي فيها السكريات اللي في تمرها، والتمر نتاعها ما يتوجدش خلاص، تمر دقلق نور، وجميع النخل اللي يجي تمرها لام فيه سكريات عظيمة. هذا النمط الفلاحي المعتمد بالمنطقة، والذي ضمته مؤخرا منظمة الفاو لقائمة الموروثات الثقافية العالمية، ظل وعلى مر مئات السنين يعطي أجود أنواع التمور، وبخاصة دقلة نور المشهورة. التمر نتاعنا هذا نتاع منطقة سندروج جودة عالية وجودة سمحة، وعندنا من أحسن التمور. التمر نتاعنا هذا نتاع سندروج ما كانش التمر كيفه. ورغم اعتماد الفلاح السوفي فلسفة مغايرة لسقي النخيل، غير أن الحصول على منتوج جيد من التمور نهاية كل موسم يقتضي من الفلاح القيام بالعديد من الأعمال طوال السنة. النخلة نتاعنا هذه كل عام ننظفها، نحو منها الجريد ونحو منها التيك، وننظفها عن جلب تعطينا قلة جيدة سمحة نوعية رافعة. هو إذن نداء استغاثة يطلقه أصحاب الغيطان بمنطقة وادي سوف للحفاظ على هذا الموروث، فهل من مجيب؟